ايش رايكم نفتح اسئله، فقره اسئله على ما نبلش في كشف حساب؟ يلا يلا نطردكم. محمد يسالني: مي انت مره قلتي ان انت قاعد تكتبين مسلسل، فشنو صار عليه؟ انا اقول لك شنو صار يا محمد. محمد، انا فعلا كتبت مسلسل 31 حلقه، دخلت الرقابه رفضوا، طلبوا بعض التعديلات ان انا اروح اسويها، طلبوا مني بعض التعديلات ان انا اسويها على اساس انه يجيزون العمل، بس انا من الحين ما رحت لهم. في بعض التعديلات انا وصلتني ان طالبين منها ان تتغير، مثل طريقه تهريب المخدرات، فهم شايفين، فالرقابه شايفين ان مي لا تشرحين طريقه تهريب المخدرات بهالشكل، نخاف ان في ناس تتاثر وتشتغل. وانا اقتنعت، فعلا وجهه نظر مقبوله، وإن شاء الله بروح هناك وإن شاء الله الأمور طيبة بإذن الله.